تسير وزارة النقل في هذه الأثناء رحلات بالقطارات من بغداد إلى كربلاء ضمن محاولة لتخفيف الزخم على وسائل النقل الأخرى والمنشغلة بدورها بنقل زوار الأربعينية. الآن ينضم إلينا حيدر البدري مراسلنا في بغداد. حيدر، أهلا بك. إذا كنت تسمعني، أنت الآن متواجد في محطة قطارات بغداد، حدثنا عن وضع الرحلات وأيضا عددها، وهل تسير بانتظام نحو كربلاء؟ اهلا آية، اهلا بكل من يشاهد يو تي في. قبل 15 دقيقة بالضبط انطلق قطار من هذا الرصيف باتجاه كربلاء المقدسة. هذا ضمن خطة اعدتها وزارة النقل لتسيير عدد من القطارات بشكل مستمر على مدار اليوم. بدأت منذ هذا اليوم كل 3 ساعات هنالك قطار ينطلق من بغداد الى كربلاء حاملا اكثر من 500 شخص، يتوجه من المحطة العالمية للقطار الى محطة كربلاء. القطار هذا اليوم اللي انطلق بالسادسة عصرا كان القطار الأول، وكان على متنه أيضا السيد وزير النقل ومدير عام سكك الحديد وعدد من الكادر المتقدم في وزارة النقل للذهاب إلى كربلاء والإشراف بشكل ميداني على حركة القطارات. يا آية، الساعة 9 يعني بعد قليل يتهيأ القطار على يمين الآن لنقل المسافرين، وهكذا يكون بالتتابع كل 3 ساعات ينطلق قطار من بغداد إلى كربلاء. نعم. ينتظر هناك لساعة ثم يعود محملا بمن يرغب بالعودة إلى بغداد. يا آية، نعم. هذا القطار والذي ينطلق من بغداد حيدر، هل يصل يعني مباشرة إلى كربلاء أم يتوقف عند نقطة قريبة من المدينة؟ لا، بالتأكيد هو يصل إلى مدينة كربلاء بشكل مباشر، ولكن هنالك محطات في الطريق بالتأكيد يتوقف عليها كما هو السكيدجول الجدول المعروف لحركة سير القطارات، لكن بالنتيجة هو يصل إلى محطة كربلاء للسكك الحديد. يعني. نعم، مراسلنا من بغداد حيدر البدري، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.